الحقيقه حكينا عن استخدام هالادوات الجديده بالفكره الاعلام والرفاه. الحقيقه كان في ممكن واحد يشكك انه هاي الاستخدامات ما كثير جديده. الحقيقه عام 2010 صار في زلزال اكيد تذكرتوه، هو زلزال هايتي، كان اكثر الزلازل تدميرا، دمرت بورتو فرانس كلها بشكل كبير. كانت احد المشاكل الكثير كبيره اللي تواجه عمال الاغاثه هي انه كيف بدي اوصل انا المساعدات، كيف بدي اعرف كل شيء مشاكل. كان في عندنا مشكله كثير كبيره انه ما في خرائط النوب لهايتي. فساوت احد شركات الاقمار الاصطناعيه اخذ الصور مباشره لهايتي وطرحتها بشكل مفتوح على الانترنت. خلال 48 ساعه بلشت تتطور الخريطه وقدروا متطوعين من كل انحاء العالم يساووا خريطه كامله ساعدت فعلا عمال الاغاثه اللي على الارض انه يقدروا يعني يقوموا باعمال اغاثه بشكل كثير كبير. الحقيقه في تطبيقات كثير كبيره، وهي التطبيقات ما لها مقتصره بس على مجال المعلومات او بس على مجال الافكار، لانه لحد الان احنا كل شيء حكيناه كان معتمد على شو؟ كان معتمد على الكمبيوتر، كان معتمد على الانترنت، كان معتمد على الكاميرا، كان معتمد على الموبايل. الفكره انه حتى هالمجال هي الافكار ما لها بس مرتبطه بس بالمجال العلمي، المجال المعرفي. في هذا الاختراع طبعا قبل ما احكي انتقل لهذا الموضوع، هالتغيرات الكبيره خلت العديد من المفاهيم الجديده تبرز على السطح. يعني صح نحن كنا عم نحكي انه صار في عنا بدال ما انت اي واحد صار فيها مصور، اي واحد صار فيها يكون مصور، اي واحد صار فيها يكون كاتب بالموسوعه، اي واحد صار فيها يكون مساهم ببرمجيه لينوكس، صح اي واحد صار فيها يكون صحفي. صحيح هذا الكلام، بس الفكره انه مو نفس الشيء. الصحفي اللي كان كنا نقول عنه صحفي غير المدون، واللي عم الناس اللي عم يكتبوا بموسوعه ويكيبيديا هن مختلفين عن النموذج اللي عم ينكتب بموسوعه بريتانيا. احد المفاهيم اللي بلشت تطلع مثلا على سبيل المثال هو مفهوم الذكاء الجمعي. بتتذكروا بالويب لما كنا عم نحكي عن ويب 1 وويب 2، في فرق جوهري بين نموذج الويب 1 والويب 2. نموذج الويب 1 الذكاء محصور بمجموعه كثير صغيره من الاشخاص، وهو عم يكون نتيجه التفاعل بيناتهم. لكن لما صار عندنا ويب 1 عفوا صار عندنا ويب 2، صار الذكاء هو محصله جهود كل هدول الناس. وربما اهم مثال هو موسوعه ويكيبيديا. فممكن الناس تشكك انه طيب موسوعه ويكيبيديا ناس ما عم يكتبوها خبراء، كيف يعني كيف انا كشخص عادي عم بكتب بهي الموسوعه وعم تطلع الموسوعه احسن من موسوعه بريتانيكا؟ يعني انا ما بعرف كل شيء موجود ببريتانيا. فهون بلش يطلع افكار كثيره، طبعا انا عم حاول لمح لها لانه هي بحد ذاتها بحاجه نتناقشها بشكل كثير مفصل، مثل فكره حكمه الجمهور، wisdom of the crowd. فهي احد المفاهيم. المفاهيم الثانيه كمان هي فكره الملكيه الفكريه نفسها. هلا الاشاره اللي على اليسار هي كوبي رايت، هلا الاشاره على اليمين المعكوسه اسمها كوبي ليفت. هي الفكره انه من زمان احنا كنا نفكر انه براءات الاختراع وال شو اسمها الثانيه الملكيه الفكريه بتساعدك انك تبدع، بتساعدك انك تبتكر. لكن بالحقيقه هلا بهذا العصر الجديد مع كل هالتكنولوجيات الجديده، لما انا اقول لك ما في تنسخ، ما في تعيد التوزيع لا بالاشكال الرقميه، شو كانوا بيقولوا انه يمنع يعني بيذكروا لك كل شيء، بيقولوا لك يمنع اعاده النشر بالوسائل الورقيه والمرئيه والمسموعه والالكترونيه والاقراص المغمطه ومدري شو، يعني بيذكروا لك كل انواع التكنولوجيات تخطر ببالك انه ممنوع تنسخ هذول كمان. نعم؟ ينزلوا على المخزن. تمام. مثل ما لاحظتوا انه حتى برا على الانترنت يعني معظم مثلا الملفات الموسيقيه او الاغاني او الافلام كلها تتحمل، واكيد انتم بتعرفوا تتحمل بكل بساطه، يعني 90 اكثر من 90% ما بندفعها اول شيء. فبالحقيقه نحن الان بعصر الملكيه الفكريه بلشت تنعاد التفكير فيها. واحد المفاهيم الاساسيه اللي لازم تكونوا تحطوها بذهنكم هو مفهوم الكوبي ليفت. هلا الكوبي ليفت هو نكته وحقيقه بنفس الوقت، هو انه اول شيء نحن عم نقول بدل كوبي رايت كوبي ليفت، وهو معناته انه حقوق متروكه. انا بدل ما اقول لك ما في ما في ما في ما في ما في، اقول لك في في فيك فيك فيك. فانت فيك تنسخ، فيك تعيد التوزيع، فيك تطلع على المصدر، فيك تعيد توزيعه تحت شرط واحد انه تخلي هالحريه للباقي بقيه الناس.
وهذه الحقيقه لولا هالفكره الاساسيه الموجوده ما كان انبنى لينوكس ولا انبنت ويكيبيديا. فديروا بالكم بمجتمع ويكيلوجيا تقولوا ملكيه فكريه او براءه اختراع، ديروا بالكم. هي طيب طبعا. وفكره ثالثه بهي رح نحكيها التوك الجايه، هي انه نحن ما عدنا بحاجه لمنظمات، ما عاد في حاجه لمنظمات، انت ما عاد في حاجه انك تساوي مؤسسه صحفيه حتى تساوي مدونه. انت اذا بدك تساوي قناه، فيك تساوي قناه تلفزيونيه بدون ما يكون في عندك تساوي مؤسسه، صح؟ فيك تساوي بكل بساطه قناه على اليوتيوب. مالك بحاجه، ما عاد احنا بحاجه لمؤسسه ويكيبيديا. بتعرف وين مقر ويكيبيديا؟ بالانترنت. لينوكس ما له مقر، لينوكس ما له مقر. بجوز في غرفه هلا ساوي غرفه اخر كم 10 سنين يعني، مشان انه القصص البسيطه جدا يعني. بس بكل بساطه انت مالك بحاجه لمقر، مالك بحاجه لموظفين، هذا ساي اعمال عظيمه. فنحن ما عاد في حاجه للمؤسسات هالمؤسس لحتى نساي انجازات واعمال عظيمه. طبعا ما حاعتدي على توكر اللي حيحكي المره الجايه. كمان احد الاشياء اللي نحن اللي مترسخ كثير بذهننا هي فكره الابداع. الابداع هو شو؟ لما انت تكون قاعد امام الله فجاه تطلع عليك افكار ابداعيه تقول يوريكا انه وجدتها. الحقيقه الابداع ما له هيك ابدا على الاطلاق. كمان هي من الافكار كثير جوهريه الخطا. الابداع هو بكل بساطه هو شيء تراكمي، شيء بينبنى مع الوقت. انت افكارك الجزئيه عم تختلط مع افكار جزئيه اخرى، وهذا الشيء هو عم يحصل على الويب. يعني يحصل على الويب وعم يحصل على الانترنت انه الناس عم تتعاون. انت من زمان انت كنت حتى تبدع بحاجه انك تسافر لكل انحاء العالم. هلا هذا الشيء ما عاد صار موجود. انت لانه بكلفه الوصول للمعلومات صارت صارت كثير بسيطه. مثال هو بس هذا الفيديو تبع تيد. انتم من زمان حتى كنتوا تقدروا تحضروا هذه محاضره تيد، كان لازم تكملوا ماجستير ودكتوراه وتاخذوا منحه، تسافروا على بلد على جامعه كثير راقيه، وتتعرف على دكتور كثير منيح ويوافق انه ياخذك بالسرعه على مؤتمر تيد اللي كلفه بطاقته حوالي 4000 دولار لحتى تحضر بالسر وما يكشفوك، لتحضر محاضره واحده بس. طبعا اذا ما كنت تعرف انجليزي ما حتعرف. يسافر وما بيعرف انجليزي، اي شهريه، اي ما بتفهم درس، يسافر وما بيعرف انجليزي مصيبه. ما ضروري حكيها يعني موجوده انه. هلا فيك انت تشوف محاضرة. طبعا مين ترجم يحذركم؟ مين ترجم محاضرات تيد؟ ناس متطوعين، ناس متطوعين، في فريق ترجمه مفتوح ترجمه. لو بدنا نستنى تيد لترجمنا مستحيل ترجمنا، ربما ما عندنا موارد ترجمنا. فعمليا مسيره الابداع اول شيء صارت تراكميه تعاونيه وصارت اسرع. وهذا طبعا هذا هي الصوره هي جزء من محاضره اسمها وير جود ايدياز كم فروم، انه بتحكي كيف هلا النموذج المفتوح نموذج الويب عم يسرع عمليه الابداع. الحقيقه نحن عم نحكي عن نموذج جديد، مو بس نموذج نفسه الموضوع. ذكر كمان مثال هو موسيقى الراب. طبعا هو مثال قديم نوعا ما، انا حاحاول اسلككم مثال جديد لسه. احد قبل عده اشهر قريت مقاله على مجله واير، واحد عم يقول لهوليوود انتم حتخسروا. تتوقعوا ان هوليوود حتخسر؟ تتوقعوا ان هوليوود حتسكر؟ حقيقة هذا الشيء حيصير. حقيقة لأنه هلا بلشت الناس، أنا إذا بسألكم ليش؟ حأسألكم سؤال. مين منكم مستعد يقعد على اليوتيوب ساعة ونص أو ساعتين على فيديو واحد، ما يفتح الفيس، ما يفتح الإيميلات، ما يفتح روابط ثانية؟ فجأة. حقيقة النموذج القديم تبع الأفلام إنه تقعد ساعتين ورا التلفزيون عم تاكل بوشار، هذا الحقيقة كثير صار قديم وبايخ. الحقيقه الناس شو البديل عنه؟ الناس بكل بساطه الناس عم تساوي افلام قصيره وهي عم تساوي افلام بايديها، واكيد انتم لاحظتوا خلال السنين الماضيه ناس فعلا ناس باراني معينه عم تساوي مسلسلات بسيطه عم تعبر عن واقعها، عم تعبر عن ثقافتها، عم تعبر عن افكارها بدون ما تكون بحاجه للادوات التكنولوجيه الضخمه اللي كانت لازمه لحتى تساوي عمليه انتاج فيلم ونشر. فهون عم يقول خلينا نرجع بس. هون عم يقول هوليوود ويل بي ديسترويد اند نو ون ويل نوتس. طبعا هذا جيمي ويلز هو المؤسس موسوعه ويكيبيديا. فانه عم يقول انه هوليوود حتنهار ونحن ما حدا حيحس، مو بسبب الافلام المقرصنه اللي عم تتنزل ببلاش، يعني انسوا موضوع انه الافلام صارت مقرصنه عم تتنزل ببلاش. بكل بساطه لانه الناس صارت عم تساي افلامها بايدها. انا ما لي بحاجه والله استنى هوليوود لتساي مسلسل يعبر مثلا عن الشيء اللي عم يصير بسوريا مثلا.
أنا فيني سايف، أنا سايف بكل بساطة سايف، فيني سايف فيلم بسيط بإمكانات المحلية وناس يعجبوا فيه ويشوفوا هذا الشيء حقيقة عم يصير هلا. طبعا فحتى فكرة الإبداع والابتكار حتى مو بس على المستوى التكنولوجي، المستوى العملياتي مثل مثلا عملية إغاثة، فعلا حتى على المستوى الإبداعي الناس عم تقدر تستفيد من بعضها. وهذا الشيء أحد الأفكار عنه هي فكرة الكرياتيف كومنز. إنه تذكروا حكينا كوبي رايت كوبي ليفت، فكرة الكرياتيف كومنز إنه هي موجهة للناس الإبداعيين نوعا ما. أنت مثلا بدك مثلا سويت مثلا رواية، فأنت ما بدك هالرواية مثلا واحد يعدلها مثلا طريقة، ما بدك يعني. أنت بتحب تشاركها مع العالم، بتحب تخليهم يشوف شو رأيهم فيها، بس أنت بتحب يترجموها لغير لغات، بس ما بتحب إنه والله مثلا يجي يعدلها عليها بشكل حرفي مثلا وينسبها له. فحلاوة الكرياتيف كومنز إنه هي بتخليك تاخذ من غيرك ضمن الشروط اللي أنت بتحطها. يعني مثلا بدك تساوي، أنت مثلا ساويت صورة، أنت ما بتحب حدا يعدل هالصورة، بس معليش إنه هو يحطها بفيلم تبعه. فعمليا بلشت تظهر فكرة الريميكس، واكيد انتم لاحظتوا لهي فكره الريمكس، انه واحد مثلا بيكون ما عنده شيء بيجيب افلام على اليوتيوب وشويه صور على الانترنت وبيجي بيعمل لهم ميكسينج، بيعمل عمل مبتكر جديد بيعبر فيه عن شيء جديد. فعمليا حتى الناس اللي ما عندهم خبرات كثير كبيره عم يقدروا يساووا اعمال فنيه عم تكون معبره عن واقعهم. وربما اهم مثال انتم بجوز تستغربوا كثير هو الميمز. الميمز انت كنت من زمان انت تفتح على الجريده انه بتشوف الكاريكاتورات شو بتعبر، بتشوف هذا، يعني تعرف مجموعه صغيره، عندك مجموعه صغيره من الرسامين وهدول بيحكوا بالقضايا السياسيه الكبرى كثير كثير كثير، جزء انت ما بتهمها. بينما هلا بتفتح الفيسبوك بتلاقي كاريكاتور بيحكي عن شيء صار معك اليوم بالصحة والجامعة. طب الحقيقه هي الحقيقه انت صح هو ما بيرضوا ينشروا، ما حدا حيرضى ينشر الميم بالجريده، اكيد ما حدا حيرضى ينشر الميم بالجريده، بس هذا مو شيء مهم. المهم انه نحن عم ننبسط، المهم انه نحن عم نعبر عن حالنا وعم نصحف. وهذا الشيء، هي افكار هي ما بس على مستوى المعلومات. هون بلشنا جد هاهبوا. هذا الاختراع اسمه 3D printer. 3D printer بيطبع مجسمات ثلاثية الابعاد. فمثلا هاي شايفين هذول كلياتهم مطبوعين 3D printer. شلون تنطبع بكل بساطة؟ شلون الورقة هي بتروح هيك، بتروح بتجي الآلة اللي مع الحبر بتروح بتجي على الورقة وبتمرر الورقة. ف 3D printer بكل بساطة هي بيكون في عندك قالب، فهي بتمر بتعبي القالب، مو بتعبي القالب عفوا، بتبني المجسم طبقة طبقة على مستوى 2D. يعني أول شيء بتملي السطح الأول، بعدين بتعبي السطح الثاني، بعدين هيك لحتى يصير عندنا الجهاز كامل. طبعا 3D printers كانت موجودة من زمان 20 سنة، بس مثل ما كان الكمبيوتر موجود كان متاح بس للخبراء والمخابر، هلا صار موجود ومتاح للأشخاص العاديين. فصارت رخيصة وصارت قدراتها أكثر. مثلا أحد المشاريع هي اسمها مشروع ريبراب. ريبراب هي عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد مفتوحة المصدر، الكود تبعها والتصاميم تبعها كلها مفتوحة فيك تنزلها. والشيء المميز فيها أنه هي فيها تطبع حالها. يعني انت بتقدر بما انها مفتوحة المصدر تعطيها الملفات تبع حالها وهي بتجي بتطبع حالها. بما انه هي مفتوحة المصدر انت بتجي بتاخذ بترجع بتركب التصاميم. فهي على سبيل المثال هي على سبيل المثال هي طابعة اب وطابعة ام مطبوعة منه. فانت مجرد صار عندك طابعة واحدة صار فيك تطبعها. طبعا خلينا نرجع سلايد. فيك اهمية الموبايل مثل ما لاحظتوا انه باخر صوره بالفيديو كنت عم حط لك انا المخبر الكثير كبير تبع المين فريم كمبيوتر عم حطه بجيبتك. هلا كل الصين عم حط لك اياها على مكتبك. انت اهميه هذا الشيء مو انه انت عم تصبع قطعه بلاستيكيه بسيطه، اهميه هذا الشيء انه هو نفس تاثير الكمبيوتر. انت صار فيك تصنع اشياء انت خاطره على بالك. طبعا مشكله التصنيع اكبر واكبر، لانه انت اذا بدك تصنع شيء تعرفوا انتم انه انا لازم اسوي له قالب وساوي منه شيء 2000 3000 نسخه، صح؟ فعمليا انت صار فيك تصنع شغله بس وحده وبكلفه بس زهيده جدا وعلى كيفك. فهذا الشيء حيكون له دور كثير 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 كبير. وطبعا الطبعات الثلاثيه الابعاد عم تطور لدرجه انه صار في عندنا طباعه اعضاء بشريه. طبعا ما عم نمزح، نحن عم نحكي جد، بس للاسف ما في وقت نحكيهم كل شيء. فطبعا ثلاثيه الابعاد عم تتطور جدا جدا جدا.
لدرجة انه كمان بمجال العتاد قضينا على الملكية الفكرية. مثل ما لاحظين هي طابع، هي دبابة مطبوعة بطابع ثلاثي الابعاد عم تدعس على الكوبي رايت. تعرفوا ليش قلت هذا الحكي؟ تخيلوا مركز سير نفسه. تعرفوا مركز سير؟ اللارج هايدرون كولايدر، هو ال HLHC اللي هو مستدعى الجسيمات الموجود بسويسرا اللي وقتها قالوا انه حيساوي ثقب حيبتلع الكون. تتذكروا هيك شيء؟ كان تذكروا قبل سنتين طلعوا بالجرايد انه في مساويين سبع جسيمات بسويسرا انه حاخ مهم. فهذا هذا هذا المركز الابحاث اللي عم يساوي تجارب على اعلى مستوى، على مستوى بكل الارض كلياتها، بلش ينشر اجزاء من العتاد المستخدم ضمن المركز بشكل مفتوح، وسوى رخصه خصوصي اسمها سيرن اوبن هاردوير لايسنس. فصار عندنا مو بس صار عندنا اوبن سورس سوفت وير، صار عندنا اوبن سورس هاردوير. جرب ما بعرف. الحقيقه كمان اوبن هاردوير، احد الامثله على مشاريع الاوبن هاردوير هو مشروع كثير مهم اسمه الاردوينو. الاردوينو هو 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 عباره عن مايكرو كنترولر، هو مثلا هذا مكيف فيه جهاز، فيه جهاز شبيه بالاردوينو. هلا ميزه الاردوينو انه هو اول شيء اله مصنوعه بحيث بتتيح بسهوله للناس العاديين انه يقدروا يصمموا تطبيقات الكترونيه. يعني من زمان قبل الاردوينو معلش كمان يبدو رايح يسلك. المهم قبل الاردوينو كان مثل هذا الجهاز بكلف حوالي هلا هذا تقريبا حوالي شيء 30 دولار، قبله كان بكلف شيء 120 دولار، يعني اربع اضعاف طبعا عدا عن الصعوبه التقنيه. وطبعا هو كان مساوى اول مره مشان الفنانين، يعني الفنانين كانوا هن الشريحه الاولى اللي كانوا يستخدموها للاردوينو. كانوا يسووا مشاريع اضاءه مثلا، مشاريع كثير مبتكره. طبعا بلش يصير عليه مشاريع كثير 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 كبيره بكل مجالات، يعني مجالات التحكم الصناعي، مجالات يعني حتى في قاطع ليزر مفتوح المصدر معتمد عليه، طابعه هي ريبراب تعتمد على الاردوينو. فصار عمليا في مشاريع، كل شيء بيخطر ببالكم، كل شيء تطبيقات صناعيه صارت موجوده بهذا الشيء. تمام هلا حنحكيهم، هلا حنحكيهم اخر شيء. فحتى تخيلوا انه لوين وصل الاردوينو. صار في عندنا اردوسات. شو اسمه اردوسات؟ هو عباره عن قمر صناعي مفتوح المصدر باستخدام اردوينو. هي شكله طبعا من جوا. فنحن كمان هذا الشيء عم يخلينا قدام ثوره صناعيه جديده. شايفين نفس الانفجار اللي صار بمجال المعلومات اللي حكينا عنه؟ هذا الانفجار جاي بس لسه بشكل اتقل واتقل على مستوى العتاد. الثوره هي بسموها الثوره الصناعيه الثالثه. اهم شيء بيميز هي الثوره الصناعيه الثالثه انه انت هي البيرسونال فابريكيشن. شلون صار عندنا بيرسونال كمبيوتر؟ صار عندنا بيرسونال فابريكيشن. ولحق برو امس اذا بتلحق. يعني اذا بس بمجال المحتوى والفن والادب والبرمجيات صار عنا هيك. فكيف لما ناس يقدروا يصنعوا مصنوعات حقيقيه وتشاركوا بتصاميمها اونلاين على الانترنت؟ احد المشاريع اللي بس حابب اذكر مثالها شكرا هي مشروع الفاب لاب. مشروع الفاب لاب هو عباره عن مختبر تصنيع حقه 20,000 دولار، يعني مليون ليره، بس بيقدر يصنع لك شغلات بتكلف 20 مليون دولار. وهذا ليش مساوينه؟ هذا مساوينه مشان انه اي مجتمع انت بتقدر باي مجتمع صار الناس الهواة، الناس المال المحترفين، الناس اللي مالهم خبراء، الناس اللي بس عندهم هوس بالتصنيع، اللي بس بيحبوا. شلون انت بتحب تكتب قصيده، شلون بتحب تكتب روايه، شلون بتحب تكتب برنامج، الناس اللي حابين يصنعوا بكل بساطه يقدروا يصنعوا شغلات الدنيا ويسووها حقيقه. احد الامثله على المشاريع هو مشروع اسمه فاب فاي. هذا المشروع ساوى بافغانستان. وهذا المشروع بكل بساطه هو عباره عن هو عباره عن مثل جهاز راوتر مصنع باكمله محليا باستخدام الفاب لاب، واستخدموه رخيص الصنع طبعا، هو استخدموه من اجل ايصال الانترنت للقرى النائيه بافغانستان. فانت مجرد انه نقدر نوصل الانترنت لسيرفر مركزي مثلا في هي القريه، فبصير في عنا بننشر هي القطع الفاب فاي بكل انحاء القريه، وبعدين بيتبادلوا الانترنت بيناتهم. طبعا الشيء المميز طبعا هو انه كيف نحن قدرنا نصنع هذا الشيء محليا. هلا في مثال لسه ثاني، انه تخيلوا انه في طفله اخذوا الفاب لاب على غانا، في طفله صنعت جهاز قياس الحليب، اختبار الحليب هذا.
انه هو بيختبر انه الحليب فاسد ولا مو فاسد. هلا مرسيدس بكل عظمتها وكل قوتها ما بتقدر تعرف انه هي الطفله لازمها هذا الجهاز مشان ما حدا يغشها بالسوق وتقدر ترجع على البيت وهي مطمئنه. فهي هي عظمه الثوره الصناعيه الجديده واللي هي عم تنطبق عليها عم تنتقل الى نفس افكار الانفتاح والتعاون والبرو ام اللي حكينا عنها بمجال مجال المحتوى، مجال المعرفه، مجال الانفورميشن، مجال المعلومات، عم تنتقل لمجال التصنيع. طبعا هي مثال، هي صوره اخرى للمشروع. هلا لازم تنزلوا. حكينا عن طبعا لسه في مشاريع اوبن هاردوير كثير، يعني لازم يكون في محاضره خصوصا عن اوبن هاردوير وشو الشغلات العظيمه. يعني صار في عنا صار فيك تبني قريه كامله في مشروع اسمه اوبن سورس ايكولوجيست، ما حنقدر نحكي مشان نعطيه حقه، بس انت صار فيك تبني شاحنات وجرارات كلها مفتوحه مصدر تبنيها من الموارد المحليه. طبعا ممكن واحد يقول انه ايه هدول شغلات بسيطه عاديه، يعني ما كثير في حاجه لهم هنا. لكن تخيلوا انه وصلت هاي الفكره على مستوى التكنولوجيا البيولوجيه. هي هذا هو شعار حركه دي اي واي بيو. دي اي واي بيو هي حركه اسمها الكامل دو ات يور سيلف بيوتكنولوجي. تكنولوجيا بيولوجيه عم تقدر تصنعها بنفسك. هلا واحد يقول لك تكنولوجيا بيولوجيه، انت شو بيخطر ببالك؟ بيخطر ببالك لاب ناس لابسين مرايين وبقرنه كثير معقمه كثير كثير هيك نظيفه وعم تلمع وكذا وهيك حاطين نظارات هيك من نمط خاص وعم يشتغلوا وكذا بيطلعوا على التلفزيون وانه تستنى اخبارهم بيطلعوا. يعني الحقيقه هذا الشيء بلش يتغير. في شخص احد اهم الانجازات احكي لكم عن انجاز هو هذا الجهاز. هذا الجهاز اسمه اوبن بي سي ار. طبعا اللي بيعرف شو هو البي سي ار بالمجال الطبي انه بيقول شو عم تحكي انت، هذا جهاز اوبن بي سي ار؟ ايه هذا جهاز اوبن بي سي ار. جهاز البي سي ار هو جهاز مشان تسحب الدي ان اي تبعك او اي تبع اي حيوان او اي نبات وتضخمه وتسحبه على الكمبيوتر. طبعا هذا الجهاز مفتوح المصدر، هو اعتاد مفتوح المصدر اوبن سورس هاردوير، بتركب معك خلال 3 ساعات اذا انت جبت القطعه تبعيته، وحقه بس نفس حق كمبيوتر وحجمه مثل ما حاطين حجم كمبيوتر بس. هي احد اهم انجازات الحركه دي ار. طبعا هذا الشخص اسمه كاتل جارفي. هذا الشخص تخيلوا لدرجه انه هو كان باحث، كان طالب دكتوراه باحد مراكز الابحاث بايرلندا، مراكز ابحاث السرطان. طبعا انتم تخيلوا هذا شيء كثير عظيم. يعني نحن طموحاتنا لما نكون صغار انه واو انا بس بدي اكبر بدي اروح على مركز ابحاث وحل مشكله السرطان. فهو ترك هذا المركز الابحاث وقرر يساوي مخبر دي اي واي بيو، دي اي واي بيو تكنولوجي، باستخدام دي اي واي بيو تكنولوجي ببيته. بغرفه امه، غرفه ام يعني غرفه زايده من غرف امه. فتخيلوا وين وصلت قوه هي الحركه. فانتوا تخيلوا رجعوا اذا لسه العتاد لسه ما استحملنا فكرتنا انه كيف الناس عم يصنعوا يبلشوا شغلاتهم الخاصه فيهم وعم يبلشوا يتشاركوا بدون لا مصانع ولا بطيخ. فتخيلوا لو هذا الشيء يصير نفسه على مستوى البيولوجيا. يصير انت تعدل الجرثومه الخاصه فيك، والله جايب على بالي اعدل الجرثومه يساوي دواء جديد. او ساعي على بالي سلاح بيولوجي انتقم فيه من رفقاتي مثلا. فالحقيقه ملاحظين نحن قدام عصر جديد تماما. الناس بيقولوا لكم انه انتم اشخاص مثل هدول لايك اسير بينظروا لكم هيك، عن جد لا تردوا عليهم لانه عن جد كلامهم غلط، عن جد هن بينتموا للماضي. وحرام حرام 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 مهما كانت مكانتهم انه نحن نرد عليهم. نحن بين ايدينا الادوات الجديده لازم نستغلها لحتى فعلا نغير واقعنا. والاشخاص اللي ما بيحكوا هون نجي لفكرة كثير مهمة، هي الصراع بين الكلوز والاوبن. رغم كل هالاشياء الجديدة اللي حكيناها وكذا وكذا، بيجي واحد لايك اسير بيعمل لك هيك انه لا في مشاكل ثانية. حنحكي شوي هلا عن الصراع بين الكلوز والاوبن. هلا احد اهم القصص اللي بدنا نحكيها مشان الاوبن اللي حكاها تشارلز خلال الفيديو هي انه الابداعات اللي بتطلع من النموذج من البرو امز من غير المتخصصين اللي ما بيشتغلوا مؤسسات بيشتغلوا بحريه هي ابداعات ديستربتيف. ايش معنى ديستربتيف؟ انه هي ابداعات راديكاليه جديده. يعني لما انت تكون بمؤسسه بدك تساوي منتج جديد مثلا جوجل، لما تساوي منتج جديد فيسبوك بتساوي شغله جديده، فهو حيساويها بناء ما حيساوي شيء مختلف جذريا وانما حيبلش يطور على المنتج تبعه. بس انت اذا بدك تساوي فكره جديده تماما انت ما حتقدر تساويها
ضمن اطار المؤسسات. فكل شيء جديد، كل شيء مبتكر، كل شيء منافس للاشياء التقليديه الموجوده بالسوق ما ممكن يطلع الا من النموذج المفتوح. فميزه المبتكرات اللي بتطلع من النموذج المفتوح انه هي مبتكرات راديكاليه، مبتكرات ما بتخطر ببالك. ولذلك الشركات التقليديه بتحاول تحارب النموذج الجديد للابداع لانه هو بينافسها. يعني ابل حكينا طبعا عن الملكيه الفكريه، طبعا اكيد هوليوود ما حتسمح لك تنسخ افلامها ولا حتسمح لك انه انت تستفيد من الموسيقى او الصور الموجوده فيها لانه انت بتصير بتنافسها. ابل كمان نفس الشيء ما حتسمح لك انه انت هون تشي فكره الديجيتال رايتس مانجمنت، هي ما حتسمح لك انه انت تصير تنصب برامج على الايباد بحريه. يعني تخيلوا في احد الامثله انه في برنامج كان كثير رائع على الايباد، للاسف هلا ما حاضر ذهني اسمه، كان ناجح كثير وكان المستخدمين كثير حابينه وكان اللي عم يساوي كثير عم يربحوا منه. فجاه ايباد ابل عفوا قرر توقفهم عن تقييم البرنامج عن الاب ستور بكل بساطه، وهن ما فيهم يساوي شيء. بينما انت لما تكون بمنصه مفتوحه ما حدا بيقدر يسيطر عليك، ما حدا بكل بساطه بيقدر يقتلك بمنافسه غير شريفه. فعمليا بتذكر انا كان انه هذاك التطبيق كان نوعا ما عم ينافس تطبيقات ثانيه او هي ابل كانت حاططها بذهنها. فعمليا في كثير ابداعات نحن بالنموذج المغلق ما لنا قدرانين نوصل لها ولا نساويها. هي اول فكره. في فكره ثانيه كثير مهمه انه قال تشارلز، تخيلوا رجعوا تخيلوا هذا الشخص تبع السير لانكاستر، انه يو كانت تراست ذوز بيبل، ما فيك تثق بهدول الاشخاص. مثل ما ذكرنا نحن ححاول اورجيكم شيء كثير حارتاح شوي. تخيلوا انه بريتانيكا نفسها بلشت تسمح لليوزرز يحطوا معلومات فيها بشكل مفتوح. فملاحظين قوة النموذج المفتوح؟ صح. طبعا انا ذكرت لكم اياها عشان اذكركم، بعدين احكي هلا ليش ويكيبيديا موثوقيتها لازم تثقوا فيها اعلى من موثوقية بريتانيكا. اول شيء نحن لازم نفهم الشيء صح، ما لازم نفهم بطريقة غلط. ويكيبيديا انتم تخيلوا هلا هذا اللوح، اي واحد فيه يكتب هذا اللوح، اي واحد فيه يطلع يكتب كلمه ويرجع. تخيلوا انا كتبت معلومه غلط، مثلا كتبت انه الماء يتبخر في درجه الحراره 1000. عفوا او لا يتبخر في درجه حراره 50 مثلا. طيب هلا بتتخيلوا انه نحن حنضل ساكتين، حتضلوا انتم ساكتين على هالمعلومه الغلط؟ تمام. هيك هي ويكيبيديا. ويكيبيديا بتقوم على مبدا حكمه الجموع، حكمه الجموع او التمحيص الجمعي، انه في عندك عيون مفتحه بكل الاراني. نفس الشيء لينوكس، فاذا واحد حداك ب انه انا اذا واحد قال لك انه ويكيبيديا ما موثوقه ومدري شو، قل له انا بتحداك تلاقي فيه غلط. فهو اذا قال لك في غلط، قل له وينه غلط؟ بيقول لك ليكو. فبتقول له روح اشرب كاس شاي، فانت بتروح بتعدل خلط، ترجع تقول له إيه ما لقيت الغلط، فبطلع بينفجر. لكن بريتانيكا ما حيصحح الخطا الا عند الاصدار الجاي. طبعا بس لا تتذكروا، طبعا انكارتا كان في موسوعه تتذكروها اسمها انكارتا، هي سكرت. بريتانيكا اخر مره بتعرفوا كم نسخه اشتروا بريتانيكا؟ طبعا بريتانيكا تذكروا انه هي بريتانيكا هي اعرق موسوعه بتاريخ البشريه وكتب فيها نيوتن وامثاله. بتعرفوا كم واحد اشتراها؟ كم نسخه اشتراها؟ خلوا الرقم. انت بتعرف الرقم. هو فعلا شيء 3000 وشوي، 3000 نسخة. تخيلوا موسوعة 3000 نسخة عم تنقرا بس اشتروها بس. فبالحقيقة النموذج المفتوح بالعكس تماما، هو النموذج الحقيقي. هلا ممكن واحد يقول طب أنا كيف فيني، نجي لسؤال ثاني، إنه معقول أنا بس أعتمد على متطوعين؟ يعني ماشي حلو أقنعتني إنه هو شيء ظريف وكذا، معقول بس أنا الحقيقة لا، مو هيك تماما. مثل ما قال، نحن ما عم نقول إنه كل شيء يكون مفتوح تماما وكل شيء يكون هيك. اذكر مثال هو IBM. IBM تدفع بتطوير، IBM عندها موظفين خصوصي بتخليهم يشتغلوا بلينوكس. بتعرفوا قديش حجم المصاري اللي بتدفعهم مشان تشتغل بتطوير لينوكس؟ مليار دولار. انت كنت حاضر محاضرة. فعلا هو مليار دولار. انتوا تخيلوا مليار دولار؟ طب حاشرحكم ليش؟ يعني هي جذبة IBM مثلا؟ لا تمام. الفكرة هي بكل بساطة
انه انا اي بي ام لو بدها تطور هذا النظام تشغيل لحاله تدفع شيء 20 مليار دولار. فهي عمليا صح عم تدفع مليار دولار واحد، بس هي بالمقابل عم تحصل على اضعاف اضعاف. هون تجي فكره الاوبن سورس ايكونومي، انه هون تجي فكره انه كيف نحن نعتمد على المصدر النفط، نحن كيف عم نقدر نعتمد على المتطوعين. فبالحقيقه بالنموذج المفتوح عم يكون عندنا بس البرودكت هو مفتوح، بس الخدمات كلها بمصاري. فانت مثلا كصاحب مؤسسه بدك تنصب مثلا لينوكس تستخدمه على السيرفرات تبعت مؤسستك، فبدك يجي حدا يخدمك، بدك يجي حدا فعمليا هذا الشيء اللي اسمه سيرفيسز الخدمات هي اللي بيقوم عليها اقتصاد المصدر المفتوح. وتخيلوا طبعا نحن ممكن نفكر انه معقول الخدمات هي شغله بسيطه دعم الفني، يعني هي تخيلوا انه ثلثين المبادلات التجاريه بمجال عالم صناعه البرمجيات هي كلها قائمه على الخدمات فقط، ليس على شيء اخر، ليس على بيع المنتج. فعمليا نحن فينا نعتمد على المصدر المفتوح، فينا نعتمد على المتطوعين. بالعكس المتطوعين بيشتغلوا على الاشياء الابداعيه والاشياء الادد فاليو اللي بدها خدمات اللي بدها وثوقيه، هي بتتقدم كسيرفيس. تمام؟ ولذلك اندرويد على شو معتمده؟ معتمده على لينوكس. بكل بساطه صح هي عم تشتغل بتقعد بتساوي بعض الدرايفرات وبتساوي موظفين بيضمنوا لها الشغل الشغلات الحساسه كذا، بس بمقابل الجزء الاكبر الجزء الابداعي الجزء المبتكر كلياته ما له خارج اطار جوجل. فجوجل عم تستفيد من خبرات كل المبرمجين بكل انحاء العالم. فعمليا نحن نعم فينا نعتمد على خبرات المتطوعين. في فكره ثالثه ذكرها هي فكره الدعم، انه انا بحاجه لتمويل، انا احيانا ممكن يكون حاجه بتمويل، ما بقدر احصل على تمويل الا من خلال المؤسسات والاشياء التقنيه. صحيح هذا الكلام صحيح، بس هلا هذا الشيء بلش يتغير كمان. بلش يتغير من خلال مفهوم اسمه الكراود فاندينج. هاي منصه اسمها كيك ستارتر. كيك ستارتر هي عباره عن منصه انت عندك مشروع ابداعي بتحطه هذا المشروع الابداعي، بتشرح للعالم ليش بدك اياه، وغالبا هو معظم المشاريع الموجوده هي مشاريع اوبن سورس. بتقول انا مثلا بيلزمني مثلا 10,000 دولار. فالناس مثلا بيصير في عندك باكرز، بيصير عندك داعمين. فمثلا انت بتقول خلال هالشهرين بيكون في عندك فتره لجمع الاموال. فكل الناس اللي بحابين يدعموا اقتنعوا بفكرتك بيحطوا انه انا بدعمه. فبعد لما تمضى هالفتره بيشوف كيك ستارتر موقع انه هل جمع عدد كافي من الناس اللي قالوا، يعني هل مثلا وصلك 10,000 دولار؟ اذا وصلك 10,000 دولار بياخذ كيك ستارتر 10,000 دولار من الناس اللي تبرعوا انه يعطوك وبيعطيك اياهم. اذا ما كان 10 اذا وصل مثلا تمويل بس 5,000 دولار فهو بيرجع المصاري للاشخاص. بالحقيقه في الاف، في عشرات، ماني متاكد الرقم بالضبط، في عشرات وربما مئات المشاريع الموجوده على كيك ستارتر. تخيلوا انه مثلا ممكن تستغربوا في هذا المشروع، مثلا مشروع مفاعل نووي صغير مفتوح المصدر وطلب شيء حوالي 3,000 دولار وعطوه اكثر كمان. طبعا في مشاريع لسه اكبر، يعني تخيلوا مثلا في هذا المشروع اسمه ايجيبشن ميكر سبيس، هنا بمصر عم يحاولوا يساووا معرض للناس المهتمين بالاوبن هاردوير، طلبوا تقريبا حوالي شيء 7,000 او 8,000 دولار عطوهم. فبالحقيقه كمان فكره التمويل وفكره كذا كمان عم تبلش نحط لها حلول. فمثل ما قال تشارلز، النموذج المفتوح فينا نثق فيه، فينا نعرف نشتغل فيه، بس نحن نعرف كيف نفهمه. هي الفكره الاساسيه. نحن ما لازم نكون مثل ما قلت لكم، هل نحن قدام فرصه كثير كبيره، فرصه كثير تاريخيه، لازم ما نرد على الناس المشككين اللي بيشتغلوا لايك اسير بس بيعطوا عليك ملاحظات. في حلول عمليه لنحل كل مشاكل مفتوح، بس نكون نحن مؤمنين وقادرين على الشغل. اخر شيء احكي هذا الشخص هو طالب بام اي تي، قرر من وقت ما كان شاب انه ما عاد يستخدم السيارات. وليش؟ لانه هو مؤمن انه الطاقه، فكره الطاقه، الوقود الاحفوري كثير عم يضر البيئه والارض وكذا. فهو قرر انه ما عاد يستخدم السيارات لحتى يلاقي حل بديل. فقرر يشتغل بالنانو تكنولوجي، وبلش يحاول يساوي حركه نانو تكنولوجي، اوبن سورس نانو تكنولوجي. وعم يشتغل هلا على مجال النانو ماتيريالز، انه يامن النانو ماتيريالز اللي بتفيد كثير بتصنيع طاقه رخيصه ونظيفه. وهون في عندنا مشروع، هذا الموقع مشروع مساوى، فيكم تفوتوا عليه، فيكم تطلعوا على المشاريع. فتخيلوا، ححاول ارجع قليل كمان. طبعا في حتى بلشت، يعني فعلا بلشت تطلع حركه اوبن سورس نانو تكنولوجي. فيكم تفوتوا موقعه حاطين بعض المشاريع انه كيف تصنع شغلات نانويه باستخدام ادوات بسيطه.
فصح هي ما لها بقوة هسه الأشياء اللي حكيناها، بس تخيلوا لوين عم نوصل، عم نوصل للأشياء اللي أصلاً ما كان يخطر ببالنا عليها. آخر شيء، أو لا لسه مو آخر شيء، طول بالكم، تاني ما أخلص. تتذكروا آخر شيء قالوا قالوا تشارلز إنه تخيلوا لو أنا فيني أجيب 1% من المرضى ويقدروا يحلوا لي مشاكل كل المرضى الآخرين. الحقيقة هذا كان عام 2005 كان خيال، وهذا الشيء صار حقيقة. Patients Like Me هي عبارة عن شبكة للمرضى، هو مثل فيسبوك للمرضى. وهدول المرضى بيدخلوا بياناتهم، بيدخلوا شو عم يتعالجوا، بيدخلوا شو الأغذية أو الأدوية اللي عم ياخدوها، وبيسجلوا شو التطورات الصحية اللي عم تصير معهم. فأحد المرات سووا دراسة، جربوا صاروا في أحد الأدوية، أنا ما كثير بحفظ الشغلات الطبية فسامحوني ما أقولهم، فهو أحد الأمراض العضال، قرروا يجربوا دواء معين يشوفوا أنه هذا الدواء بيفيد ولا لا. ففعلا توصلوا للنتيجة أنه هذا الدواء غير مفيد. الشيء المميز أنه هدول المرضى، لا تنسوا مو أطباء، قدروا يكتشفوا قبل المجلات العلمية، توصلت نفس النتيجة اللي توصلوا لها بعد سنة كاملة. فتخيلوا نفس الفكرة، حتى المرضى، حتى المجال الطبي اللي هو كتير حساس، كتير مرتبط بحياة الإنسان، عم نقدر تخيلوا انه نحن صار فينا بامكانك انت كمريض صار عندك الادوات اللازمه لانت تقدر تحلل حالك وربما تقدر تعالج نفسك. لسه في مجالات اكثر حساسيه. حدا بيعرف عالم انو دوله هاد؟ ايسلندا. مزبوط، ايسلندا. شو اللي ساووا؟ انه كتبوا الدستور كله بشكل تشاركي عن طريق فيسبوك. والشيء طبعاً مو هون القصة، القصة إنه تخيلوا قدروا يحلوا، كان عندهم أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة اليونان وإسبانيا، وقدروا يحلوا وفعلاً قدروا يحلوا المشكلة الاقتصادية الموجودة تبعيتهم. فحتى أنت، حتى بمجال القانون، أنت فيك تفكر تبني قانون DIY law. أنت فيك ناس عاد، أنت مثلاً كشخص موجود بمؤسسة تعليمية، أنت فهمان أكثر شو اللي لازم تكون متطلبات هذا الدستور. مو هدول اللايك أسير اللي بيطلعوا لايك أسير إنه نحن منحدد شو اللي بده يصير. فنفسها هي الفكرة، فكرة البرو آم موجودة بكل مجالات هلأ بعصرنا، عم تنتشر بفضل كتير من التقنيات، لا سيما هي الإنترنت الإنترنت وكل القصص الثانية لنا. هلأ الفكرة هي القصص الأساسية إنه طبعا نرجع للسؤال اللي قلت لكم يا بداية، تتخيلوا إنه أنت تساوي إنه أسلحة بيولوجية تنتقل لرفقاتك وهالقصص الثانية، هي ربما خلال هالعشر سنين تصير شغلة عادية كثير، تصير أخوك الصغير ربما ما تخاف منه يعني، تصير دكسر. فبالحقيقة نحن قدام عصر جديد. الآخر نقطة لازم نحكيها هي إنه هذا كل شيء حكيناه هو عبارة عن برو آم. فالبرو آم هو هدول الأشخاص المتحمسين، لكن بدون إنترنت، بدون تشارك، بدون open source ما بيكفي. فبالحقيقة هذا النموذج الجديد قائم على التقاء الناس المتحمسين، الناس اللي عندهم إرادة، الناس اللي عندهم شغف مع الإنترنت لأنه هي عم تشبكهم، والتشارك والتعاون خلال الإنترنت. فهذا هو الحقيقة، هي الأساسات الحقيقية اللي قائم عليها النموذج الجديد للإبداع. ممكن أنا حابب أختم حديثي بهي القصة البسيطة. ممكن واحد يقول إنه هذا الكلام كله بعيد عن الواقع، بعيد عن مجالنا. هذا الشخص اسمه، حدا بيعرف هذا الشخص أول شيء؟ هذا الشخص اسمه محمد يونس من بنغلاديش، هذا حصل على جائزة نوبل عام 2006. كان سبب حصوله على الجائزة، طبعا هو هذا المثال المذكور بفكرة البرو آم، قوة البرو آم. فكانت الفكرة اللي سواها هي فكرة البنك للفقراء. هو كان ببنغلاديش، كان بعد ما استقلت بنغلاديش رجع، هو كان عم يدرس بمساعي دكتوراه، فرجع على بلده، بلش يدرس بالجامعة، لاحظ انه الناس عم تموت من الجوع. طبعا هذا شيء، يعني الموت من الجوع شيء كثير خطير، يعني لانه مثلا الموت من المرض يعني لسه اسوء من الموت من المرض. فهو شاف، لاحظ انه سبب الموت من الجوع انه مو انه الناس ما بيعرفوا، ما بيفهموا، هدول الفقراء اللي عم يموتوا مو انه ما بيفهموا، لاحظ في كثير منهم انه عنده عم يساوي شغلات كثير ظريفه، عم يساوي مبدعات ضمن مجتمعه كثير بسيطه، بس مشكلته انه هو بحاجه شويه مصاري، لانه كانوا التجار المحليين عم يستغلوا هدول الناس الفقراء وعم يبيعوا عنهم. فهنا مثلا مثل هلا، شلون انت تخيل واحد مزارع بيجي تاجر بيشتري منه بسعر رخيص وبيبيع بالسوق بسعر كثير كبير.
فكانت فكرته الأساسية أنه نحن ليش ما نأمن قروض كتير بسيطة وكتير صغيرة لهدول الناس الفقراء. فبالفعل قدر يساوي هذا الشيء وبأسس بنك اسمه غرامين بنك، هو معناته بالبنغلاديش أنه باللغة البنغالية أنه بنك الفقراء أو عفوا بنك القرية. وقدر فعلا قدر يحقق نتائج كتير مذهلة. يعني تخيلوا أنه خلال حتى عام 2003 تخيلوا قدر يوصل يوصل أكثر من 4 مليار دولار لأكثر من 200 أو 3 ملايين شخص بنغالي باستخدام هذه الفكرة. طبعا هو كيف قدر يوصل لهذا الشيء؟ النقطة هذا طبعا هو هي فكرة المايكرو فاينانس بحد ذاتها فكرة، بس أنه كيف قدر يساوي هذا العمل الكبير؟ بكل بساطة اللي صار يساوي أنه صار يروح ينظم الناس اللي بدهم ياخذوا قروض ضمن مجموعات صغيرة. والناس المشرفين ما كانوا خبراء اقتصاد دوليين، الناس اللي صار يشتغل معهم بالمنظمة والبنك هن أشخاص عاديين، أشخاص أسوي بلش يدربهم، بلش يعطيهم الأدوات، وفعلا قدروا يساووا هالعملية العظيمة اللي أخذ عليها جائزة نوبل فيما بعد عام 2006. فعمليا تخيلوا هذا الشيء عام، هذا الشيء صار قبل 20 سنة قبل ما يصير في إنترنت وقبل ما يصير قدامنا كل هالتكنولوجيا الجديدة. فكيف الآن مع كل هالأدوات اللي حكينا عنها كيف فهذا بالحقيقة هو رسالتنا بوكيلوجيا، أنه نحن لازم كان من زمان كان في قدامنا قين للتقدم كنا دائما نتحجج فيه. أول شيء أنه مؤسسات ضعيفة، مؤسسات فاسدة، مؤسسات ما لها ديناميكية، مؤسسات ما عم تتجاوب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وثاني شيء أنه التكنولوجيا، ما في تكنولوجيا قدامي، ما فيني أنا ساوي محرك، ما فيني استخدم بيو تكنولوجي. فبالحقيقة هذول الحاجزين هنا انكسروا، ونحن عم نحاول بوكيلوجيا أنه نحاول نوعي بهالقصص، وعندنا بعض المشاريع العملية نحاول نستفيد من هالقصص الجديدة ونثبت نجاحها ضمن واقعنا المحلي. ففيكم أنتم تطلعوا على مجموعتنا على الفيس، فيكم تطلعوا على المجموعات الفرعية، هحاول أجيكم بس روابط. طبعا إذا فتوا على مجموعة الفيس هتلاقوا روابط موجودين، مشان مو شرط هلا تنقلوهم. مثلا مجموعة ويكيتيكي عم نبني شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر، فيكم أنتم تجوا تساهموا فيها وتساعدونا، وكلها معتمدة على تقنيات مفتوحة المصدر. مجموعة فابلوجيا، راشد يمكن راشد ما هيك راشد راشد بنى أردوينو محليا ما عشان صفق. تخيلوا عم نقدر نحن نبني أردوينو هون محليا بسوريا لأنه هو مفتوح المصدر، وهذا حيكون له كتير 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 بدال ما نحن حتى ما عاد صرنا بحاجة نستورد أردوينو، قدرنا نصنعه بالإمكانات المحلية. كمان بمجموعة كيلوجي ميد ساووا تجربة اسمها تجربة رحلان كهربائي. هلا المهم كل ما يشرحوها لا ما بعرف انا شو هي بالضبط، بس انه المهم كل ما يشرحوها لدكتور او كذا ينزل فكوا على الارض يخبطوا الارض، انه انتوا طلاب انتوا ما بتفهموا شيء عم تسووا. ف طبعا هي لسه اسخف تجارب دي اي واي بيو تكنولوجي، وهن عم يحاولوا يساووا لسه جهاز اوبن بي سي ار بالتعاون بين مجموعه العتاد فعمليا هي قدامكم امثله العمليه. يعني نحن الحكي اللي عم نحكي ما له حكي من الفراغ، ومثل ما قلت لكم هو نموذج متكامل، لكن الشيء بالنهايه الشيء اللي لازم نشتغل عليه هو العمل العمل العمل. لازم تكونوا انتم اشخاص تنزعوا من عقليتكم انه انا بدي والله ادرس. يعني انت الجامعه بالنهايه مو هي اللي حتودينا، مو هي حتخلينا نغير العالم. للاسف نحن في عندنا فكره بسيطه انه واحد مثلا حار عنده طموحات كثير كبيره، فهو اول شيء بيخطر بباله شو بده يساوي جامعه، بده يحصل شهادات، بيروح على معاهد اداره اعمال، بيدرس اكثر من اختصاص، ومدري شو بيكمل وبيسافر على اكثر من بلد، هيك بعدين بيطلع ولا فائده. عن جد بيطلع ولا فائده. فعن جد نحن لازم نستغل هذا الشيء. تقريبا انا هذا الشيء اللي كنت احكيه. في عندنا لا تنسوا فيكم تعرفوا اكثر عن المجموعات من خلال صفحه فابلوجيا. اهم شيء اخر شيء بدي احكي انه نحن اليوم حنحاول نساوي شيء عملي، هو انه ندرس بشكل تشاركي هالاشياء سوا. فخليكم انتم على ترقب على مجموعه تيد اكس دماسكس، حنحاول نتشارك نجرب شوي شو معنات الويكي، ونحاول نقرا بشكل تشاركي، ونحل مشاكل اللغه الانجليزيه كمان بشكل تشاركي. وكمان ناس لا تنسوا انه نحن حيكون عندنا لقاءات اسبوعيه ضمن هاي اللقاءات. هاي اللقاءات طبعا هي لقاءات فقط، يعني هي ما بيعطي اشخاص، يعني لا تخيلوا ويكيلوجيا يعني هي مجموعه من الاشخاص فقط خبراء هن بيعطوا كل شيء كمان، لا انتوا وصلتوا انتوا هلا انتوا مجرد حضرتوا ويكيلوجيا، انتوا هلا صرتوا كلكم ويكيلوجيا.
توم هذا المخاطر الجاي. فالحقيقة كثير من المحاضرين اللي حيكونوا هذا الموسم هن كانوا أشخاص عاديين مثلكم حضور بالموسم الماضي. فعمليا مجتمع وكيلارجا نحن كمان بنطبق فيه أفكار الأوبن سورس. عن جد أنتوا إذا عندكم أي شيء نتمنى حتى أنه تنخلطوا معنا بأقصى درجات الانخراط. وبركي أنه تصيروا أنتوا المقدمين إن شاء الله بالثيم الجاي. طبعا ما احكي سلبيات لانه في سلبيات. لا مزح. لا هو اكيد هلا لحظه ممكن الناس ناح وكل الناس شغوفين وكل الناس اذا ظبطت البلد في ناس بتنزح يعني ممكن حدا يستفيد من موارد اوبن سورس. طب هلا هذا شيء ممكن انا اقول لك اياه. طب ماشي افرض جدلا انه في هيك اشخاص بس هذول الاشخاص انا ذكرت لك مثال يعني هلا حناخذ تجربه عمليه في الم في حدا معه الم في بورد؟ لا الم طيب طيب ماشي هيدا المشكله اي تكنولوجيا كان بده يجيب انا بيطلع بتحدد مع المفضل هلا في حدا طبعا ما مبين كانت ما كان مبين كلام كثرت انا فبالحقيقه مستحيل اذا الاوبن سورس بيكون غلط لما انا اكتب معلومه غلط على اللوح ما حدا بيصححها مشكله مو باللوح مشكله بالمجتمع بس كمان في هلا هو نحن ممكن نحن بالعاده ما بنساوي نقاشات بس بنحاول نساوي اونلاين لانه اونلاين مشان يصير تفاعلي اكبر ويصير لكل مجال فرصه للحكي لانه هلا ما حنقدر نحكي بس خليني اقول بشكل مختصر انه الاوبن سورس هو لما يكون في شيء غلط فهو لما يكون المجتمع غلط وهذا الشيء نحن عم نحاول نشتغل عليه بكل وجه تمام بس مشكله بالاوبن سورس مشكله مو بالاوبن سورس لما انتم اسف بس لما المعلومه هون اكتب معلومه هون ما حدا بيصححها المشكله مو باللوح مشكله ما تاخذني فينا نحن كلنا صح فعمليا الاوبن سورس ما فيه غلط ما حدا يحكي غلط صح كلكم يلا لكم وشكرا كثير على حضوركم